بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب مناهل الإحسان في علوم القرآن للشيخ الأزهري محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحه في الدارين آمين. بعدما انتهينا من مبحث الوحي وهو المبحث الثالث، اليوم نتكلم على المبحث الرابع في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. أول ما نزل يعني اقصد مطلقا، لأن في أولية حاجة يسموها أولية حقيقية، وفي حاجة اسمها أولية إضافية. الأولية الإضافية نقول لك أول ما نزل في تحريم الخمر، أول ما نزل في الحج، أول ما نزل مثلا في الزكاة، أول ما نزل في الجهاد، يبقى يسموها دي أولية إضافية، يعني مضافة لحاجة معينة. إنما أولية بقى مطلقة يعني أول ما نزل حقيقة. فهمت بقى إزاي؟ برضه نفس الحكاية، في آخر ما نزل من القرآن آخرية مطلقة، يعني بحيث خلاص الوحي خلص ما نزلش تاني، أو آخر ما نزل من القرآن من آيات الأحكام مثلا، أو آخر ما نزل كسورة كاملة. كل دي يسموها إيه؟ أولية إضافية وأولية مطلقة. زي برضه يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم، مش الحديث البخاري كده اسمها اوليه اضافيه، لان القلم عالم، مش كده برضه؟ والعالم ده محتاج لرحمه، لابد تبقى الرحمه مخلوقه قبليه عشان يظهر القلم. فما يقول لك اول ما خلق الله القلم دي اوليه اضافيه، ليه بقى؟ لان يلزم من خلق القلم امداده بالرحمه، ويلزم من ذلك خلق الرحمه اولا. فهمت بقى؟ يبقى أول ما خلق الله مطلقا الرحمة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الله خلق الرحمة فقسمها 100 جزء. يبقى لما قال إن الله خلق الرحمة يتكلم عن الأولية الحقيقية. بعد كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شعاع منها راح لعالم القلم، فخلق القلم وكتب. إلى اللوح المحفوظ خلق اللوح المحفوظ. إلى الجنة اتخلقت الجنة. للنار اتخلقت النار. للعرش اتخلق العرش. الكرسي خلق الكرسي. كل دي عوالم مفتقره للرحمه. فاهم؟ فلما يقول لك اول ما خلق الله القلم، نيجي احنا نقول للعيال الوهابيه الغبيه ان اول ما خلق الله هو الرحمه، فالنبي هو اول مخلوق حقيقه من حيث حقيقته لانه رحمه للعالمين. يقول لك لا، الحديث البخاري بيقول اول ما خلق الله القلم. يا ابني في حاجه اسمها اوليه اضافيه؟ انت ما عندكش عقل. والقلم ده مش عالم؟ فلابد يرسل اليه من الرحمه ليظهر. يبقى لابد ان تكون الرحمه بالعقل كده تكون قبله، لكن ما بيفهموش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى هنا لما بيتكلم في اول ما نزل، يحتمل ان هو يقصد اول ما نزل مطلقا تبقى وليه حقيقيه، ولا اول ما نزل في كل حكم من احكام الشرع؟ تحتمل، صح ولا لا؟ فاذا كانت مقيده اذا كانت الاوليه مقيده نسميها ايه؟ اوليه إضافية. وإذا كانت الأولية غير بقيد يعني مطلقة عن كل قيد يسموها أولية حقيقية. واضح؟ بيقول مدار هذا المبحث على النقل والتوقيف. طبعا دي ما فيهوش مجال بقى للتفكير، أول ما نزل دي تواريخ، فما أقدرش أقول أنا أمعنت عقلي واستنتجت. بتستنتجي دي حاجات تواريخ فتبقى حقائق، ما فيش فيها مجال فيها للعقل، دي لابد يبقى فيها نقل. واضح؟ ولا مجال للعقل فيه الا العقل بقى لو ورد عندي خبرين متناقضين شويه في مساله واحده، هنا العقل بقى يبتدي يرجح. يبتدي هنا العقل يعمل ايه؟ يرجح. اما بقى إيه؟ بصحه ايه الخبر والتاني ضعيف، او بان ده بيتكلم في موضوع بيتكلم في موضوع اخر، تحتمل دي وتحتمل دي. فهمت بقى ازاي؟ نبتدي نرجح. اسباب الترجيح 13 14، عايز بقى تشوف
ايه الترجيح خش في علم اصول الفقه، لكن الوهابيه لا يدرسون اصول الفقه، عشان كده حرموا لذه الفهم. فاهم؟ لابد برضه نديهم حاجه كل يوم كده عشان ايه؟ نفوق نفطرهم شويه عشان نديهم ايه؟ فطار. ومن فوائد بقى العلم ده ايه؟ ايه فوائد؟ طب ايه اللي هيعود علينا بالفهم؟ ان دي نزلت الاول ودي نزلت بعدها. اول حاجه لازم تعرف ان في حاجات احكام نسخت. فلما اعرف الاول والثاني يبقى الثاني نسخ الاول. فهمت بقى ازاي؟ دي مهمه جدا تعرف الناسخ والمنسوخ. انا بقول لك قبل ما نقرا كلام الشيخ انا عايزك تشغل عقلك. هما ليه بيبحثوا فيها؟ علشان هينبني عليها علوم كتير. والتانية هتعرفك التدرج في التشريع، وان ربنا خدنا بالتدريج كده لانه لطيف دين. فهمت ازاي؟ يبقى اول حاجه معرفه النسخ والمنسوخ، وتاني حاجه التدرج في التشريع. خلاص؟ نشوف بقى الشيخ قال ايه. من فوائده الالمام باول ما من فوائد او باول ما نزل واخره تمييز الناسخ من المنسوخ. فيما إذا وردت آيتان أو آيات على موضوع واحد وكان الحكم في إحدى هذه الآيات يغير الحكم في الأخرى. ومن فوائده أيضا معرفة تاريخ التشريع الإسلامي ومراقبة سيره التدريجي والوصول من وراء ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذ الناس بالهوادة والرفق والبعد بهم عن أوائل الطفرة والعنف، سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطل وبناء ما لم يحيط بعلمه من حق. يضاف إلى هاتين الفائدتين فائدة ثالثة، هي إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم. يفيدنا برضو أن احنا نعرف أن أمة النبي وعلماءها دول أرادوا أن يعتنوا بالقرآن من جميع الوجوه، ليس من ضبط ألفاظه ونطقه وكيفية تلاوته وكيفية أدائه، بل ضبط ايضا معانيه وضبط احكامه وضبط ما فيه من بلاغه وضبط ما فيه من مغيبات وضبط ما فيه ايضا من تواريخ النزول. يعني كانهم ارادوا ان يحيطوا بايه؟ بكل شيء يخدم القران. فده يدل على ايه؟ مزيد العنايه. لكن انت لما يبقى كتاب انت مهمله مش مهتم بيه، ما تفرقش معايا كتب الفصل ده الاول ولا كتبه بعدين، ما تفرقش معايا، ما يعنينيش. لكن ما يبقى حاجه تعنيك، لا عايز تعرف كل التفاصيل. فهمت بقى؟ فده يدل على كمال العنايه بالكتاب. ما فيش امه اعتنت، امه تابعه لنبي اعتنت بكتاب سماوي مثل امه النبي. فهمت بقى ازاي؟ خالص. لدرجه ان القران الى يومنا هذا بقى له 4400 سنه بنقراه زي ما نزل عن النبي بالظبط، بالواو والفه والحرف، ما فيش لا يخلو عن شيء. واخد بالك؟ وبعدين أمة النبي انتشرت في بقاع الأرض، مهما تيجي بتقراها هنا في مصر تقرا سورة، تيجي تقراها في بنجلاديش ولا في استراليا ولا في الهند وتغلط تلاقي اللي وراك يردك عشان يردك زي ما بتقرا في مصر. يعني كل واحد، ما عندناش طبعات خاصة بالهنود وقرآن صيني وقرآن هندي وقرآن أوروبي وقرآن مصري لا، هو قرآن حاجة واحدة. تروح انت المعرض الكتاب كل سنه يقول لك انجيل طبعه مزيده او منقحه. حاجات غريبه دي مضحكه، هو كتاب الله هنزود وننقحه. عشان تعرف الفرق بين بقى القران وبين غيره. فعشان دي امه النبي، دي من معجزات النبي. والله من معجزات النبي، لانك اكتفت بنبي واحد مش هتحتاج نبي تاني. ليه؟ قامت بالوظيفة اللي بيها تضبط الوحي ضبطا كاملا، قرآن وسنة، علشان ايه؟ ما يحصلش فيه التبديل ولا التحريف. لأن احنا لو كنا حرفنا أو بدلنا كنا احتاجنا نبي. فهمت بقى ازاي؟ فكنا ما احتاجناش نبي، معناه ايه؟ إننا قمنا بإيه؟ بكمال العناية والضبط. فهي أمة محترمة. اللي يجي في الآخر واد غبي يقول لك أمة النبي دي دخل فيها الشرك ودول مشركين ودول مش عارف، يبقى ده غبي مش عارف قيمة هذه الأمة. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده عقوبته عند الله شديدة، وعقوبته في الدنيا قبل الآخرة، إن ربنا حرمه ذوق حلاوة الإيمان أولاً، حجبه عن حلاوة الإيمان. يصوم ويصلي ويحفظ القرآن ويحج ويعمل وقلبه زي ما هو مضلم. شفت؟ حرم.
فهمت بقى ازاي؟ واحنا عارفينهم وشايفين الضلمه في وجوههم، فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا يا سيدي، امه النبي امه مكرمه معظمه لا مثيل لها في الامه. تبص لي لبعض العصاه فيهم تحكم لي على الامه زي بالظبط اما تبص لعوره انسان وتحكم عليه. تقلعه لباسه وتقول شوف عورته وحشه ازاي؟ لا، انت تشوف للوجهاء، عايز توصفه اوصف وجهته. امه النبي دي زي جسم، في اشياء تستر اللي هي ايه؟ اهل الغفله واهل المعاصي واهل البدع والمجرمين والزنا والقتل، دول يستروا، دول عوره مغلظه. اوصف الامه شوف وجهها، وجهاءها، علمائها، اوليائها، هي دي. اما تيجي توصف واحد بتوصف عورته ولا بتوصف وجهه؟ هم المجرمين دول اساءوا لامه النبي فابتدوا بعوره الامه، فحكموا على الامه من خلال عورته. شفت الخطوره؟ لا يا سيدي، امه النبي نستر عورتها، وعشان كده النبي امرنا بالستر. عصاه مجرمين مش هيسترهم، وبعدين ننصحهم بينك وبينهم، لان دي عوره، والعوره حكمها ايه؟ الستر. ولا العوره حكمها الفضيحه؟ دلوقتي ايه؟ الوهابيه حكمهم مع امه النبي الفضح، يفضحوا امه النبي. فهمت ازاي؟ مشركين، جهله، غير موحدين، مبتدعين، مش بيقولوا كده؟ انا اللي بقول، وكاتبينها في كتابهم. ولما تسلحوا قتلوا الامه، ما قتلوش كافر. منذ ان نشا المذهب الوهابي لم يريقوا دم كافر، كل دماء التي اريقت بهذا المذهب كلها دماء مسلمه منذ ان نشا الى يومنا هذا. عشان تعرف ان ده مذهب ابليسي دخل في وسط الامه. فناخد بالنا يا سيدي. يبقى ايه؟ يضاف الى هاتين الفائدتين فائده ثالثه، وهي اظهار مدى العنايه التي احيط بها القران الكريم حتى عرف فيه اول ما نزل واخر ما نزل، كما عرف مكي ومدني وسفري وحضري الى غير ذلك. ولا ريب ان هذا مظهر من مظاهر الثقه به، ودليل على سلامته من التغيير والتبديل. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وليس من غرضنا في هذا الباب أن نتحدث عن أول ما نزل وآخر ما نزل في كل تعليم من تعاليم الإسلام، يعني ليس مقصده الأولية الإضافية. خد بالك. فتلك غاية بعيدة المدى، ومجهود طويل جدير أن يفرد بالتأليف، وله مواضع أخرى يمكن طلبه منه. إنما الميسور لنا أن نحدثك عن أمرين، أحدهما أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، يبقى الأولية الحقيقية، فهمت بقى؟ وآخر ما نزل منه على الإطلاق، آخرية إيه؟ حقيقية. وهذا هو المقصود المهم. الثاني نماذج من أول ما نزل في بعض الأحكام التشريعية وآخر ما نزل منها، أي أوائل وأواخر إضافية مخصوصة ومقيدة ببعض الأحكام. أول ما نزل على الإطلاق نكتب فوق الأولية الحقيقية. ورد في ذلك أقوال أربعة. القول الأول وهو أصحها، وده المشهور عند كل المسلمين، حتى بياع البطاطا، حتى الراجل الكناس، تقول له أول ما نزل القرآن على سيدنا محمد اقرأ، مش سيدنا جبريل نزل عليه في الوحي وقال له اقرأ؟ أنت إيه؟ أنت ما اتعلمتش. فهمت إزاي؟ يعني هو إنسان بسيط بيكنس الشارع، واخد بالك؟ وما راحش مدرسة، لكنها مشهورة جدا. فهمت بقى إزاي؟ حتى غير المسلمين، غير المسلمين، يعني أنا بعض أصدقائي مسيحيين كان يقولوا كده، أول ما نزل عندكم في القرآن اقرأ، ليه ما بتهتموش بالعلم؟ يقولوا كده. صحيح. مش بيقولوا لنا كده؟ يعني حتى غير المسلمين عارفين، فهمت؟ فده القول الأول اللي عليه الاستقرار، فهمت؟ وهو أصحاب أنه صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. شوف صدر السورة، لأن بقية السورة نزل بعدين. فهمت ازاي؟ لأن وصلت لإيه؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، بس الجزء ده الفقرة دي واضح. ودليل ما يأتي. روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم،
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل. غطني يعني إيه؟ يعني حضني حضن شديد، كانت ضلوعه تدخل في بعضها، هذه معنى غطني. حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي بعض الروايات حتى بلغ ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده، إلى آخر الحديث، وهو طويل، حديث بدء الوحي اللي ذكره الإمام البخاري في صفحتين. وفلق الصبح ضياءه، والتحنث المراد به التعبد، وأصله ترك الحنث، لأن هذه الصيغة تدل على التجنب والتنحي عن مصادرها. يعني تحنث بيسموها تاء الترك، التاء دي سموها تاء، يعني ترك الحنث، والحنث اللي هي ايه؟ المعصية يعني. كويس؟ زي بالظبط التحرج، يعني ترك الحرج، ما يستدعي الحرج. زي برضو تهجد، يعني ترك الهجود اللي هو النوم. فهمت بقى؟ فيسموها تاء ايه؟ تاء الترك. يعني بدل ما اقول لك ترك الهجود اقول لك تهجد، بدل ما اقول لك ترك الحنث اقول لك تحنس، اخد التاء منها بس واروح حاططها في الفعل. فهمت؟ تمام. جمال اللغة، أنا عايزك تدوق جمال اللغة على الصبح وكل صبح، لأن أجمل لغة على الإطلاق اللغة العربية، تتذوقها، تاكلها، تشربها، تشبعك. العربي الفصيح كان يبقى جعان يقول بتشعر كأنه اتعشى وينام. تصور بقى، والله بكلمك جد، كان يشبع بالمعنى. العربي أما يبقى كان يقابل موقف وجبان يروح قايل له بتشعر من أشعار عنترة، يبقى إيه؟ وحش، اللي ياكل اللي، صح ولا لا؟ كانوا يتذوق اللغه، يعني بتغير وجدانه. فهمت؟ انا عايزك تبقى كده، تسمع القران تنفعل، تسمع حديث النبي تنفعل. فهمت ازاي؟ تعيشه مش تحفظه وخلاص. احنا نعمل ايه بالحفظ؟ ما احنا ياما شفنا ناس حافظه وبتعمل خلاف ما بتحفظ. وأصله ترك الحنث، لأن هذه الصيغة تدل على التجنب والتنحي عن مصادرها، نظير التهجد والتأثم والتحرج. وغطني بفتح الغين وتشديد الطاء المفتوح، أي ضمني ضما شديدا حتى كان لي غطيط. يعني بلغة المصريين يقول لك إيه؟ حضني، يعني خدني حضن شديد. فهمت إزاي؟ دي معنى غطني. وهو صوت من حبست أنفاسه بما يشبه الخنق. يبقى غطاني معناه إيه؟ يعني ضمني لدرجة مش عارف أخد نفسي. فهمت بقى إزاي؟ يعني هتخنق من شدة. حتى كان لي غطيط، وهو صوت من حبست أنفاسه بما يشبه الخنق. والجهد بفتح الجيم يطلق على المشقة وعلى الوسع والطاقة، وبضم الجيم يطلق على الوسع والطاقة لا غير، وهما روايتان. حتى بلغ مني الجهد وبلغ مني الجهد، الاثنين ماشيين. الدليل الثاني غير حديث البخاري الاولاني، وصحح الحاكم في مستدركه والبيهقي في دلائله، عن عائشة ايضا رضي الله عنها انها قالت اول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وصحح الطبراني في الكبير بسند عن ابي رجاء العطاردي قال كان ابو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقا او حلقا، تنفع كده حلق وحلق، تنفع بكسر الحاء وكسر، وعليه ثوبان ابيضان
سيدنا ابو موسى كان ايه، يعتبر زي شيخ المقاري كده، قراءته متينه وصوته جميل، وكان ايه يعمل حلقات يحفظ الناس قران، واخد بالك؟ حتى ان سيدنا رسول الله قال ايه، انه اوتي مزمارا من مزامير داود على سيدنا ابو موسى. يعني هو عبد الباسط عبد الصمد بتاع الصحابه كان مين؟ ابو موسى. فهمت بقى؟ قال كان ابو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقا وعليه ثوبان ابيضان، فاذا تلا كلمه ابو ثوبان ابيضان يعني ايه؟ يعني اذا خرجت لتعليم الناس القران فاخرج في ثياب نظيف. هو يعني كل حاجه في الحديث تبقى وراها ملمح. فهمت ازاي؟ ما تبقاش خالق الثياب او ثياب متسخه تقول انا هروح احفظ العيال القران. لا، اطلع تاني انت تقرا قران يا ابني، لازم ايه؟ خذوا زينتكم. وعليه ثوبان ابيضان، فاذا تلا هذه السوره اقرا باسم ربك الذي خلق. قال هذه اول سوره نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع، وردت اثار في هذا المعنى ايضا في بعضها زياده تعرفها من روايه الزهري، وهي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان بحراء اذ اتى الملك بنمط من دباج مكتوب فيه اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنمط بفتح النون والميم هو الثياب والدباج هو الحديد. ودي رواية مش مشهورة، إن سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بقطعة حرير من الجنة مكتوب عليها اقرأ. فاهم؟ وقال له اقرأ. قال له أقرأ إيه؟ أنا ما أنا بقارئ، أنا ما بقراش. لا اتعاطى القراءة ولا الكتاب. فهمت بقى؟ رواية البخاري ما وضحتش، كأنه بيقول له اقرأ ومش جايب معاه حاجة، معناه سمع. أما تقول للواحد وأنت مش جايب له كتاب، مش جايب له كتاب أديله كده وأقول له اقرأ، أقول له اقرأ سورة البقرة، معناه سمع سورة البقرة، مش كده برضه؟ غير أما أبقى جايب له المصحف هديله أقول له اقرأ سورة، يفتح ويقرأ. يبقى إيه الرواية اللي هي مش مبينة انه كان جاي معاه قطعة ديباج يعني حرير من الجنة مكتوب عليها، تدل على انه قوله اقرأ معناه سمع ما تحفظ. فهم؟ طيب، واللي جايب ايه ورق الديباج تدل على انه عرض عليه وهو يعلم انه امي، حتى يقول لهم انا بقارئ، فيقوم يقول له اقرأ تاني معناه سمع، يبقى اقرأ الاولانية المعروض امامك، فلما قال له ما انا بقارئ قال له اقرا تاني معنى سمع. طيب شفت بقى؟ فالروايتين ما فيهمش تناقض، لانه قال له اقرا ثلاث مرات، فلو كان حتى بالدباج يبقى القراءه اقرا الاولانيه، اقرا اللي في الورقه دي اللي في القماش ده. فاهم؟ لما قال له ما انا بقارئ ضمها وقال له طب اقرا من حفظك، قال له ما انا بقارئ ضمه تاني، لحد ما ضمه الثالثه ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ما طبع في قلبه في روحه من قران تلقاه قبل ظهور بشريته، لان نبوه النبي كان قبل خلق ادم. وانك لتلقى القران من لدن حكيم. شوف من لدن، ما فيش هنا ايه؟ ما فيهاش يبقى كلمه وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم، هذه الآية تدل على قدم نبوته، حيث أنه أخذه بغير واسطة أولا. طب خده إمتى؟ أيام ما كان روح، وعشان كده قال كنت نبيا وآدم منجبن في طينته. وده اللي خلى سيدنا جبريل يقول له اقرأ ما أنت حافظ يا حبيبي، اقرأ المطبوع فيك. بس هو بيكلمه وهو إنسان، لما صار إنسانا نسي، فاحتاج من يذكره. فهمت؟ زي انت كده، ما انت غير ذاكر يوم ألست بربكم، مش كلنا قلنا بلى؟ تنكر هذه الآية، دي آية صحيحة. أخذ ربنا من بني آدم من ذريتهم إيه؟ ذريتهم وأشهرهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ الكل قال بلى. طب أنت فاكر اليوم ده؟ نسيه. يبقى الإنسان طبيعته ينسى ما طبع في روحه. طبيعة الإنسان كده. فاهم؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم احتاج مين؟ احتاج سيدنا جبريل يذكره. عشان كده لما جاله قال له اقرا
وهو عارف انه ما بيقراش ولا بيكتب. يعني سمع ما طبع فيك. قل من نبه على هذا في شرح حديث، على فكره. قل من نبه على هذه المعاني في شرح هذا الحديث. دي تنبيهات يسريه. حتى ما سمعتهاش من مشايخ، لكنها توافق صريح القران وتوافق احاديث اخرى، وهو قول النبي: كنت نبيا وادم منجلل في طينته. ونبوه النبي لا تكون الا بقران. لا تصح نبوته الا بقران، لان دي علامه نبوته. يبقى دليل ان اوتي النبوه قبل خلق ادم. والقران فيه الاشارات، الرحمن علم القران، خلق الانسان، يبقى علم القران قبل خلق الانسان. وقبل على البيان، يعني علم الروحانيه. صح ولا لا؟ نعم. وقوله انك لتلقى القران من لدن، ما قالش من لدن، يعني ايه علم لدني؟ يعني بلا واسطه. يبقى كل دي اشارات قرانيه تدل على المعنى اللي بقوله لك. وغاب عن كثير من ايه؟ المفسرين. لكن ما غابش عن مين؟ عن الاولياء. سيدي محي الدين ابن عربي قايل في الفتوحات كده. انا على فكره المعلومات دي انا اللي بقولها لك، كنت فاكر ان انا اول من اكتشفها في امه النبي. لان انا اكتشفتها بغير قراءه، من خلال القران والحديث. وتصورت على هذا قعدت 10 سنين متصور ذلك. لحد مره بقرا كتاب الجواهر في عقائد اليواقيت والجواهر في عقائد الاكابر لسيدي محي لسيدي عبد الوهاب الشعراني، بينقل فيه كلام مين؟ محي الدين النار. فلقيت العباره دي فوجئت بيها. وانا قايلها بقالي 10 سنين بقولها، بس ايه؟ خايف اقولها للناس، هي في ذهني كنت اخوف اقولها للناس في الدروس، يقولوا ده ايه ده مبتدع ضال مضل، وهم بيقولوا عليا كده دلوقتي. اللي مش قادرين يدركوا هذا المعنى. فالمهم لما قريت العبارة دي، بيقول سيدي محي الدين: ومن المعلوم أن القرآن نزل على النبي مرتان في حال روحانيته، بدليل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ثم في حال بشريته منجما بواسطة جبريل. طلع سيدي محي الدين عرفها، واخد بالك، من زمان. ومحمد عبد الكبير الكتاني قايل برضه نفس المعنى، قايل إيه؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هيهات هيهات وما يعقلها إلا العالمون. بنقراها. يبقى الأولياء أدركوها. يبقى الأولياء أدركوها. فهمت بقى؟ فناخد بالنا يا سيدي. في صلاة المتردي. إحنا بنعمل صلاة المتردي. كتاب الأوراد آخرها إيه؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هيهات هيهات وما يعقلها إلا العالمون. هم دول اللي يعرفوها بس. كل الناس تقراها، لكن فين اللي يعرفها؟ العالمون. العالمون بالله بقى. نعم. غير العلم بايه؟ بالشرع. نعم. الازهر يخرجك عالم بالشرع. والعباده وتصفيه القلب يخرجك عالم بالله. فهمت بقى؟ ده الفرق. لما كان الازهر بيخرج علماء اولياء كانوا بيعرفوه. دلوقتي الازهر غالبا بيخرج علماء بس. الأولياء منهم نادرين. في فرق بين العلم والولاية. العلم معلومات وضوابط، والولاية حال في القلب. فهمت بقى؟ القول الثاني أن أول ما نزل إطلاقا يا أيها المدثر، واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله أنصاري من الصغار الأنصار، كويس؟ الرواية عنه، خد بالك عشان المعلومة دي هتفيدنا في رد الرواية. جابر بن عبد الله الأنصاري اللي هو عبد الله بن حرام اللي استشهد في أحد وترك له 9 بنات إخوة ومديون، والنبي إيه ببركته بارك له كمية تمر بسيطة فسدد بها ديون أبيه وبقي ما يكفيهم عام. قصة سيدنا جابر معروفة. فبيقول سيدنا جابر بقى إيه؟ أي القرآن أنزل قبل؟ بيقول: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ باسم ربك. وفي رواية: نبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: أحدثكم ما حدثنا به
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي. زاد في رواية فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل. زاد في رواية جالس على عرش بين السماء والأرض فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. بيعلق بس ايه المصنف اللي هو سيدنا ايه محمد ايه عبد العظيم الزرقاني فبيقول ايه لكن هذه الرواية ليست نصا فيما نحن بسبيله من اثبات اول ما نزل من القرآن اطلاقا. يبقى دي اولية اضافية يعني اول ما نزل بعد فترة الوحي. شفت بقى تبقى اول برضو بس بعد بقى بعد فترة الوحي مش اول مطلقة. فقال لك ان دي مش نص في القضية اللي احنا بنبحث عنها بل تحتمل أن تكون حديثا عما نزل بعد فترة الوحي وذلك هو الظاهر من رواية أخرى رواها الشيخان أيضا عن أبي سلمة عن جابر أيضا فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت حتى جثثت يعني على ركب وقعد على ركب فجثثت حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان انتهى. قلت وجد وجثثت على وزن فرحت معناه ثقل جسمي عن القيام وسببه فزع الرسول صلى الله عليه وسلم وخوفه عليه الصلاة والسلام. فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابرا استند في كلامه على أن أول ما نزل من القرآن هو المندثر إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي وكأنه لم يسمع بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي قبل فترته من نزول الملك على الرسول في حراء بصدر سورة اقرأ كما روت عائشة فاقتصر في إخباره على ما سمع ظانا أنه ليس هناك غيره اجتهادا منه غير أنه أخطأ في اجتهاده بشهادة الأدلة السابقة في القول الأول ومعلوم أن النص يقدم على الاجتهاد نص ستنا عائشة لأن ستنا عائشة روته عن سيدنا رسول الله فهمت بقى صلى الله عليه وسلم وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فبطل إذن القول الثاني وثبت الأول. القول الثالث في أول ما نزل مطلقا القول الثالث أن أول ما نزل هو سورة الفاتحة وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما رواه البيهقي في الدلائل بسندي عن ميسرة عمر ابن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لخديجة إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت على نفسي أن يكون هذا أمرا. قالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له وقالت اذهب مع محمد إلى ورقة فانطلق فقص عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا في الأفق فقال لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. فلما خلى نداء يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين اللي هي الفتح. ولكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به على أولين على أولية ما نزل مطلقا وذلك من وجهين. أحدهما أنه لا يفهم من هذه الرواية أن الفاتحة التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في فجر النبوة أول عهده بالوحي الكريم
وهو في غار حراء، بل يفهم منها أن الفاتحة كانت بعد ذلك العهد، وبعد أن أتى الرسول إلى ورقة، وبعد أن سمع النداء من خلفه غير مرة، وبعد أن أشار عليه ورقة أن يثبت عند هذا النداء حتى يسمع ما يوحى إليه. وليس كلامنا في هذا، إنما هو فيما نزل أول مرة. الثاني أن هذا الحديث مرسل سقط من سنده الصحابي، فلا يقوى على معارضة حديث عائشة السابق في بدء الوحي، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبطل إذن هذا الرأي الثالث وثبت الأول أيضا. فإذا أن صاحب الكشاف الزمخشري عزى هذا القول الثالث لأكثر المفسرين، ولكن ابن حجر فنده فيما ذهب إليه من هذا العزوم، وصرح بأن هذا القول لم يقل به إلا عدد أقل عن القليل. القول الرابع والأخير في أول ما نزل، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي البسملة. ده القول الرابع، لكن البسملة أول ما نزل. واستدل قائله بما أخرجه الواحدي بسندي عن عكرمة والحسن، قال عكرمة والحسن تابعين بيقولوا، يبقى مسقط الصحابة، يبقى ده يسموه ايه؟ مرسل، مش كده برضو؟ وده من جنس الضعيف، المرسل من جنس الضعيف. قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأول سورة تقرأ. وهذا الاستدلال مردود من ناحيتين أيضا، إحداهما أن الحديث مرسل كسابقه، يعني يعني مرسل يعني غير مذكور الصحابي، فلا يناهد المرفوع. الثانية أن البسملة كانت بطبيعة الحال تنزل صدرا لكل سورة إلا ما استثنية، إذن فهي نازلة مع ما نزل من صدر سورة تقرأ، فلا يستقيم اعتبار الأولية في نزولها قولا مستقلا برأسه. وغدا نتكلم على آخر ما نزل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووفى ذكر الموافقين.